تارت الجمبري بالتشيز بقى والمشروم والحاجات الحلوه. هناخد فيها جمبري يكون متقشر، هناخد فيها بصل حلقات، هناخد فيها توم مفروم، عندي بابريكا، عصير ليمون، هريسة، وكمان ليمون معصفر يكون مفروم، شبت مفروم، عصير طماطم، مشروم يكون عندي متقطع شرايح، وكمان عندي جبن موتزاريلا، جبنة موتزاريلا، وعندي جبنة شيدر، وعندي عصير طماطم، يعني براحتي على الآخر. نعمل اللي احنا عايزينه ونحط نوع الجبن اللي احنا عايزينه. مش بس كده، لأ، أنا هحتاج جلاش، ممكن أعمل بداله إيه؟ ممكن أعمل بداله شوية من الإيه؟ شوية من الورق السبرينج رول، برضو هيبقى معايا حلو جدا. ورقة الباستيلا البنات غتكون معاكم تهي زويونة في هالتارت هادي وغتجي رائع. طيب يلا بينا هنعمل ايه؟ وسمنة، شوية سمنة، شوية زيت، شوية زبدة، براحتنا خالص، وفكروني في الفرن عشان جل ملا يسهو، اتفقنا؟ عندي هنا الجلاش بتاعي بحضره. الجلاش بتاعي ما فكوش غير في اخر لحظة وانا بشتغل بيه. حلو، هبتدي احط شويه من الزيت اهو، شويه زيت بسيط ما يعادل يعني 3 ل4 معالق كبيره، وده مهم عندي. ونشيله شويه من النار عشان ما يعمل لناش حركات. هاخد هنا الليمون المعصفر، الريحه بتاعه الليمون وهميه وهي في النار كده، وهبتدي اقلبها بالشكل ده، وهحطها على النار واوطي عليها. خليني اشوف كده، ايوه شوفوا اللون بتاعها، اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه ده هو ده اللي انا عايزاه، تبقى معايا ذهبي كده. ونقوم الجمبري بالليمون بتاعه، الليمون اللي هيدوبه اوريدي فيه ليمون، بس لازم نحطه بشويه ليمون حلوين ونشيل دول، ونحطه على النار مع تقليبه بسيطه. عندي بقى الجمبري بتاعي، حطيت ليمون المعصفر، حطيت الثوم، حطيت سلايزات ليمون اللي انا حطاها، وحطيت الجمبري، وهضيف عصير الليمون، هضيف البابريكا اللي هي تحميرة، هضيف الهريسة اللي هي مش بتديني شطة على قد ما هي بتديني ايه، بتديني تيست. الكمية بتاعتها مع الجمبري مش بتدي شطة، بتدي تيست حلو. الملح حسب الرغبة بتاعتنا، والفلفل الاسود برضو حسب رغبتنا. البصل ما بنحطوش خالص، اللي بنحطه هو الجمبري، وعايزة اعلي عليه النار دلوقتي في المرحلة دي. لما احط التتبيلة بتاعتي بعلي النار، اسيبه يتشوح شوية الاول قبل ما احط عليه اي حاجة. بعد كده بضيف عصير الطماطم واضيف معاه المشروم، وانا كمان احيانا بحب اضيف المشروم الاول يتشوح شوية ويدبل معايا، وبعد كده احط معاه الباقي. عندي هنا الجلاش بتاعي طبعا جهز، احنا لازم نستنى التارت بتاعتنا لحد ما كل حاجة تبقى حلوة. هنا حطيت المشروم الفجيع، فجيع ها هو، هحط، بصوا هي عملت لي صوص اصلا، شايفين الصوص اللي هي عاملاه، الطاسه بتاعتي عامله صوص حلو جدا، وانا هكمل ابتدي ازود كمان صوص عليها بالشكل ده. هحط لها صوص تبقى معايا جوسي وحلوه، واسيبها تغلي 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 لحد ما تقول لي بس. عندي هنا الجلاش بتاعي وعندي الصينية بتاعتي دلوقتي تارت، وهناخد لها صينية تارت. هاخد، شوفوا بقى هنا، ولا تزبطولي جلاش ولا اي حاجة كده، ما تحطوش سمنة دلوقتي خالص غير بعد 4-5 ورقات نحط السمنة، عايزاها بالشكل ده. هزود كمان اتنين وهبتدي احط في السمنة بتاعتي، سمنة، زيت، زبدة، براحتي على الاخر. هاخد هنا السمنة بتاعتي وابتدي اسقيها من الجناب الاول عشان يدخل فيها المادة الدهنية لجوه وتبقى معايا حلوة قوي. طيب بعد ما بعمل كده بستغنى عنها كده، لا، انا بحط شوية من الجبنة الاول عندي بالطريقة دي،
واحط هنا شويه موتزاريلا، خليط اي نوع من انواع الجبن عندك، وناخد البصل الحلقات اللي احنا واخدينه وهفرشه على التشيز بتاعتي. طيب بعد ما بفرش البصل عليها يا زوزو بتعملي ايه؟ افرش واضغط البصل. حلو جدا. دي بقى هيحصل فيها ايه؟ دي هتخش الفرن دلوقتي حالا، تعيش وتسيح وتعمل اللي هي عايزة تعمله براحتها على الاخر، وتتحمص معايا. وكمان الصينية بتاعتي هخليها في او الطاسه بتاعتي هخليها تستوي براحتها خالص. بعد ما تستوي بزود لها الشبت، اخر حاجه بنزود. تغلي 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 وتاخد وقتها معايا وتتسبك معايا حلو قوي. تكون الصينيه بتاعتي بقت لونها ذهبي، وبديله تحميره من تحت تحميره من فوق بالشكل ده. ايوه حلوين قوي كده، لاني لسه هرجع ادخله الفرن، ودي نقطه مش لازم ننساها ابدا ابدا ابدا. حاجه بسيطه على الاخر، بصوا تحميرة هادية تماما. وانتوا كمان ما تزودوش ما تحمروش بزيادة، لان هندخل للفرن تاني. هاخد الشبت بتاعي بقى في المرحلة دي وهنزل بيه في الجمبري، وهبتدي اعمل كده تقليبة عشان يديني الطعم، وعشان ما يغمقليش الوصفة بتاعتي، وعشان استفيد بطعمه الحلو جدا. ونبتدي نطفي النار هنا وابتدي اهو، نسيت وابتدي اهو نحط الجمبري بتاعنا على الصينية. عندي بقى الجبن بتاعتي، الجبن بتاعتي اللي ما اقدرش انساها خالص، هقوم نازله بيها ومدخلاها بقى الفرن على الشواية، واخليها براحتها خالص، مش عايزة اغطي التشيز بتاعتي.